لما الهلال ضغطوا على سمشبوب انتني الى حتى الى بيسو لكونسيونس بصراحة 97 جاء للإمارات وقال لهم انا نهديكم لاعبي نادي الوحدة خاطر علاقته كانت علاقته باية مع رئيس النادي الوحدة الشيخ سعيد بن زايد سليم شيبوب سليم شيبوب وقال لهم انا انصحكم تاخذوا عيادة الحمروني اي فوافقوا وجبت انا عيادة الحمروني وعملت معه عقد مبدئي اما شيبوب والترجي ولا فلس زيرو عقد مبدئي مع العيادة بالعيادة والوحدة والوحدة ب 180 الف دولار 100 الف توقيع عقد والباقي كل 6000 7000 دولار في 7000 دولار في الشهر وقتها. اي علاش ما تمتش؟ ما تمتش على خاطر عيادي جا وعمل تيست حلويات عدى اربع ايام 98 في جويليا غيروا رايهم وسمعوا انه هو عنده اصابات ولا عنده حسب ما سمعت من هما وغيروا رايهم وخذوا كلوشه بواليا. هو قال جيني عرض من الوحده ب 800 مليون نفس المبلغ تقريبا اللي قلت عليه انت هكا ولا 800 مليون سليم شيبوب خير يبعث للنادي السعودي 50 مليون. لا 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 سليم شيبوب قابلته انا في 98 في نصف نهائي كاس العالم في باريس قابلته وقال لي والله مش حلو اللي عملتوه على خاطر عيادي يعني في 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 حاله خايبه ياسر فقال لي احسن ما عملتوا حاجه مش باهيه انه عيادي يعني ديموراليزي انه كان جاي للوحده فسمشبو من بعدها بعدها جاتني العرض نتاع الهلال في المي سيزون سمح خلينا نبقاو في الوحده ساعه قبل نمشيو للهلال هو قال العقد مثلا عنده ديجا معناها لا عنده هو عندي انا نعرف انا 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 اللي عامله له العقد ب 180 الف دولار 180 الف دولار سنويا يمسحها معناها ليكيب الجماعي اي عامل انا عقد مبدئي ما يولي ابليكابل لما تصير لما يعملوا الفيزيت ميديكال ويكون هو سو بلاس اما وقتها مبدئي ان بي كونتاسب معناها الكلام اللي قالوا في سليم شيبوب انه هو ما خلاش يمشي للوحده لو جاء على 800 مليون لا هو اكثر منه تحس كيفاش ما مشاش للوحده انا ناكدوا لك هو تحس اكثر برشا قال يعني يقول لك الي ان ريكوبيرابل يعني بو بلو ريكوبيري سليم شيبوب في الفتره هذيك يجي مورالو زيرو يعني ما عادش يحب يلعب كوره وسيتي بريفيو احنا انا عملت فور كبير جبته ملاعب كبير بصراحة ملاعب كبير تتصور في السيونز ما عمل له حاجات غريبة يعني حد ما يقول أنه عيادي عمروني مش ملاعب كبير شيء الوحيد وما اعتناش بنفسه شنو اللي عملوا شنو عمل في عمل تيست عمل ماتش أميكال مركز زبون تهبل واحدة كفرة في التسعين نعم عمل يعني معناها تاكد الكلام اللي يقول اللي هو كان في كان في سد كذا بين ظفرين في سد برشا معناها وفندق فلوسه على اليمين وعلى اليسار اذا تاكدوا الكلام هذا اي اكدوا انا 100% خاطر باش احكي لك خاطر هو قال ما كنتش نخلص برشا ما كنتش نخفي برشا فلوس اي لا ما تعرف عاد الحاله نتاع وقتها والترجي نتاع وقتها واليوم مش نفس الشيء نعطيك انا كومباريزون كي ديما حسب كلامه هو معناها انا شفت بعض التصريحات وسائل الاعلام يقول ما كناش ناخذ بريم دي سيناتور معناها في الوقت اللي مثلا ملاعب كيما مراد الشاب صح في الكيف 80 مليون زبير باي صح في 120 مليون هو ياخذ كان بريم ملاعبيت اسبيرونس الكل ياخذوا كان بريم تاع 150 الف معناها لا, لا 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 20 و 30 و 25 ياخذوهم لا 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 هو 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 شو يعمل؟ سمشيبوب يعتبر نفسه هو ولي امرهم فيجي للوالد يعطيه فلوس يقول له حل قال له بابا يحب يحل مشروع نتاع مقاولات في الجنوب فعاونوا بطريقه اخرى مش كيما تو ما نعرف انا تعاملت مع سمشيبوب تعاملت مع حمدي المدب سمشيبوب عاطفي كثير عاطفي ويتعامل انه كهو هو هو المسؤول الاول والاخير على الملاعبي عندي فيبدا عمل له رخصه يحاول انه يضمن له مستقبله بطريقته هو وهي هي الطريقه الصحيحه اللي تمد له فلوسه ويتصرف.
على ذاك دونك قعد الاشكال بيناتهم حتى التو باهي. قلت لي بعدها زيتوا الهلال السعودي بعد انت بعد انا مش غطيت اللي صار هذاك الكل، جبتوا الهلال السعودي. الهلال السعودي قدم لهم يعني امنيه نجيبوه اي وجابوه. نفس الشيء كلمني في التليفون وجمعت الهلال عنده في البيرو كلمني قلت له اني انا تفهمت معهم 150 العيادي لمده 6 شهور يعني. واظن خذ الترجي 100000 دولار 150 100000 دولار شكون خذاه؟ الترجي اظن وقتها 100000 دولار. هو قال بالفعل، هو قال انا خذيت 50 مليون في 6 شهور. لا 150 الف ليه؟ خلينا نكمل لك سير بعد نصلح لك ان غلط. انا ديما كلمه هو نحاول نعطيك الفيرسيون نتاعو مادام مش موجود. قال خذاه في صفقه الهلال خذا فيها 50 مليون في 6 شهور والاسبيرونس خذيت 250 مليون ترجي. لا خذيت ترجي 100000 دولار اللي هي دولار. كيف 250 مليون وهو هو خذا 150000 دولار. عمري ما خذيت معايا عمولتي، عمري ما خذيتها من عنده. هو خذا 150000 دولار ولا ما 150000 دولار. ونزيد نعلمك حاجه معناها 500 مليون 500 مليون 150000 دولار. نزيد نعلمك اكثر، وحال القهوه ولبس عليه في وقتها، واول بينالتي جاي اول ما خلطت جبت البينالتي الاولانيه جاي شوت فيها جابها في يد الكارديا. بريف يعني حاجه عاديه عادية في الكوره. اما لا هو فاهم من الهلال، وعندي شاهد ماهر كنزاري هو فاهم من الهلال. وقلت له اسمعني عندي تو شهرين متعب في القطر يلعبوا الكوب الامير وكوب ولي العهد. قلت له عندي شهرين اجى عندي 40000 دولار اللي كنتي فهمتني ما تروحش لتونس، تمشي خذ كهرباء وروح بها من الرياض حتى لتونس. فلا لا يتم ملك عيادي. اي علاش يقول خذيت 50 مليون في الوقت اللي انا قلت لك انا 150 الف دولار وما عمري ما خذيت عمودي. الترجي اعطته اعاره، اعطته اعاره بمبلغ 100000 دولار وهو خذاه 150000 دولار. انا اللي عامل العقد بينهم الاثنين. مازال عندك شيء مازال نسخ من العقد ولا نسخ؟ يمكن كنا نشوفهم ونجيبهم لك حاضرين. اما متاكد يعني اللي يقول فيه لا انا عامل هالعمليه. انا كلمته في التليفون قلت له عندي اوفر للاد جاء الفيس بريزيدون قابل سيم شيبو في الترجي وقابله قعد معاه قال لي قداش تفهمته. هو حب اكثر قال لي قداش فهمته. قلت له 100000 قال لي اوكي يلا اوكي سبا. لا شد ولا عمل لا كل هذا حكايات انا اللي عشتها كل حكايات لا علاقه لا علاقه. الحق يقال عيادي انسان طيب وما ما اعتناش بنفسه. قابلت معاه مؤخرا انت حضر اللي حبيت ترجع من المجاريها. انا بعد 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 ما سمعتك واتصلوا بي بعد الاخوية قابلته صدفة، قابلته حكيت معاه قلت له هذا ميسيج حكيت معاه قال انا عمري ما خلت. لا موجود قال الكلام هذا الكل ديجا عندي ساعة كنت فرش فيه موجود الكلام هذا الكل. قال عمري ما قلت وانا 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 وعمري ما قلت. قلت لا ما يتقالش هذا انت بالترجي. بالعكس هو يحب الترجي، علاقته كبيره بالترجي، اما ما اعتناش بنفسه كوسوسوا في حياته العائليه، ما اعتناش بنفسه. اليوم بنته كرون سبورتيف ما شاء الله. بركة عليها لعبه كبيره في الهونت. وامها كانت زاد كيف لعبه كبيره امها. أي. فهمت ف اي هو شنو كان موقفه كي حبيت ترجع تصالحهم انت زوز؟ موقفه قال لي ما قلت حد شيء ما قلت حد شيء واعطيني انت تذكر اصحاب مع سليم شيبوب كيف كيف ومع عايد الحمولي. عايد الحمولي حبيت نتدخل بالحسنى يعني. أي. فهمت الحقيقه نقولها الوحده بلاش والهلال 100000 الواحدة بلاش خاطر علاقته هو سيم شيبوب وانا رابط علاقه بين سعيد بن زايد شيخ سعيد بن زايد وسيم شيبوب ولات علاقه كبيره حتى سبيرونس جبت 4 مرات الكوب تاع الامارات الفض ما حبش هو لا الفض وسليم شيبوب قابل ما تكون مصالحه بينه وبين عايد الحمولي لا مش قابل يحسب يعني طبعا قلب المؤمن يعني لازم الانسان يكون طيب يعني شو من بعد شو مش يعملوا في الاخير فهمتني؟ قال لي لا انا مش نقدم قضيه. قلت له انا اتمنى ان نتصالحوا يعني ان شاء الله ماذا بين الناس الكل ترجع على الاقل المجاريات.